أسطورة 28. أين الثرى وأين الثريا؟ ابن تيمية والفخر الرازي. أسطورة 28. أين الثرى وأين الثريا؟ ابن تيمية والفخر الرازي. الكلام في خطوتين. الخطوة الأولى أساس التقديس للفخر الرازي. نذكر هنا بعض الكلام الذي يرجع إلى بحث بيان تلبيس التيمية لحاجتنا إليه في بيان تمامية ما نريد تثبيته من دليل ولدفع ما يحتمل من شبهات. وسنذكر لكم باختصار مضمون كتاب العالم الشيخ الإمام الرازي وإشارات إلى منهج البحث العلمي فيه، وأترك لكم المقارنة بين الرازي الفيلسوف العالم ومنهجه العلمي وبين ابن تيمية الجاهل المقلد الالتقاطي ومنهجه في العشوائية والاضطراب والالتقاطية والتدليس. وبالله نستعين. الإمام الرازي السني الأشعري المتوفي في 606 هجري قال في كتابه أساس التقديس، يقول: ورتبته على أربعة أقسام. القسم الأول في الدلالة الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز، والقسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، القسم الثالث في تقرير مذهب السلف، القسم الرابع في بقية الكلام في هذا الباب. اقتبست بعض المقاطع بعض المقتبسات من الكتاب. القسم الأول، لاحظ عنده كم قسم؟ عنده أربعة أقسام، قسم أول وثاني وثالث ورابع. الآن ندخل في القسم الأول. القسم الأول، ما عنوان القسم الأول؟ في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. فيه هذا القسم الأول فيه فصول. قال: الفصل الأول، أي القسم الأول الفصل الأول، في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل الخوض في الدلائل، وهي ثلاثة، أي ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، والمقدمة الثانية في أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه، وأنه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء، والمقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بأن الله جسم. بعد هذا يأتي الفصل الثاني. إذن يقول وهي ثلاثة المقدمات. المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، بمعنى أن التيمية جماعة التوحيد الأسطوري التجسيمي المجسم المشبهة يقولون إذا كان الله موجود فلا بد بأن يشار إليه. فالرازي هنا يريد أن يثبت لهم بأن الله موجود، يريد أن يثبت لهم في وجود موجود لا يشار إليه، يعني ليس بالضرورة أن الموجود يشار إليه، لا يوجد ملازمة بين الوجود والإشارة إليه. يقول المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، طبعا إشارة قلنا بالحواس بالحس. فنقول كلام اقتبس منه طبعا المقدمة الأولى. الآن يقول فنقول الذي يدل، والكلام للرازي، فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه، بمعنى أقرب الفكرة، هذا سيأتي الكلام إذا وفقنا الله لهذا في بيان تلبيس التيمية. لاحظ الرازي هنا ماذا يأتي؟ يأتي بمقدمة وقال في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، بعد هذا يأتي بردود المخالفين، بردود المجسمة والمشبهة. فالمجسمة والمشبهة يقولون لا يوجد موجود لا يشار إليه بالحس، كل موجود يشار إليه بالحس، ما هو الدليل على هذا؟ يقولون يوجد مقدمات وهذه المقدمات بديهية، مقدمة كذا ومقدمة كذا، وهذه مقدمات بديهية، مقدمات ضرورية. يأتي الرازي يقول بأن هذه المقدمات التي طرحها التيمية جماعة التوحيد الأسطوري التي طرحها المجسمة الحشوية هي ليست مقدمات بديهية، فلذلك قال فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. الوجه الأول والثاني والثالث والرابع، الآن يصل يهمني أن أذكر الوجه الثامن. يقول الوجه الثامن، يقول أن خصومنا لا بد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. التفت جيدا أن يريد أن يصل، يقول يعني بعد التدرج في الدليل والبرهان يصل إلى هذه النتيجة. يقول إذن لا بد عليهم
بناء على ما ذكره هناك. يقول إذن في النتيجة لابد علي لابد لهم من أن يعترفوا بأنه يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يعني يوجد شيء، إذا نقول بوجود شيء إذا تحقق موجود، وهذا الموجود على خلاف حكم الحس والخيال، أي لا يشار إليه. إذا أثبتنا بوجود شيء لا يشار إليه، وأنتم إشكالكم على هذا الأمر، تقولون بأن الجهة لله والحيز لله، نقول به لأنه إذا كان موجودا فتثبت له الجهة، تثبت الإشارة إليه، وإلا فينتفي الوجود. فإذا وجد فهو جسم، وإذا كان جسما فليشار إليه وله حيز وله جهة. إذن ما دام الله موجودا إذن يشار إليه، إذن يدركه الحس والخيال. الفخر الرازي يتدرج معهم في الدليل والبرهان إلى أن يصل بهم في النتيجة أنه لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء لا يشار إليه، بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يقول الثامن، الوجه الثامن، أن خصومنا لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال، وذلك لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية أو الحنابلة. الكرامية هم نسخة مطورة من الحنابلة، يعني ابن تيمية يقترب إلى الكرامية، جماعة ابن تيمية يقتربون إلى الكرامية، بل هم كرامية. يعني الآن أنت تعجب لماذا أخذهم الصراخ والعويل والتوحش في قضية رؤيا العين، وهم ليس عندهم أي مشكلة في رؤيا العين في الآخرة، وبكل الأعضاء وبكل الحواس، ولكل الأعضاء ولكل الحواس. سنقرأ هذا إن شاء الله وسنطلع عليه. يقول وذلك لأن خصومنا في هذا الباب أما الكرامية والحنابلة. أما الكرامية فإن إذا قلنا لهم لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس أو بالحس، مشارا إليه بالحس أي بالحواس، بالحس أو بالحس، لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون مركبا، وأنتم لا تقولون بذلك. يعني يقول لهم، يقول للكرامية، يقول لهم لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان هذا الشيء إما وإما أليف وباء، أما أن يكون هذا الشيء لا يشار إليه إلا إذا كان منقسما فيقول أليف، أما أن يكون منقسما فيكون مركبا، وأنتم لا تقولون بالتركيب. إذن القول بإمكان الإشارة أو بوجود الإشارة أو لابدية الإشارة يستلزم الانقسام والتركيب، وأنتم تنفون الانقسام والتركيب. إذن بهذا التوجه، بهذا الفرع، بهذا الاحتمال يبطل أو تبطل الإشارة، يبطل القول بالإشارة إليه. باء، وإما أن يكون غير أم يكون غير منقسم، أو يكون غير منقسم، وإما أن يكون غير منقسم فيكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم لا تقولون بذلك، لا تقولون بأن الله بهذا المستوى من الصغر والحقارة. تعالى الله عما يقول الظالمون المجسمة والمشبهة الكرامية وما يرجع إلى الكرامية من تجسيم. إذن بمعنى يقول بأن القول بأن الله يشار إليه يستلزم محذورين يا كرامية، وأنتم لا تقولون بهذا، يستلزم إما أن تقولوا بأنه منقسم ومركب وأنتم تنفون التركيب لله سبحانه وتعالى، وإما أنه يستلزم أنه غير منقسم لكنه يكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم أيضا تنفون هذا الشيء عن الله سبحانه وتعالى.